بس ده كان كابوس. وهو نزح في داهية الحمد لله. الحمد لله. أقول لك على حاجة يا حياة. قول يا علي. الكابوس مش في اللي كانوا عارضينه عليا. الكابوس كان فيا أنا. إني أضعف وغاف. ولا عمري أصدقها، حتى لو أنت اللي قلتها. بس الشيطان أشطر مني ومنك يا حياة. الشيطان صور لي حاجات كتير قوي وشال من دماغي حاجات أكتر. أول حاجة صورها لي الشيطان ده وشك كنت زعلانة مني عشان الفلوس مقصرة معانا ولا حاجة. الحاجة التانية إنك تكوني طالبة مني حاجة وأنا مش قادر عليها. تعرفي الشيطان صور لي حاجات غريبة كتير قوي، منها إن سمعت صوتك بكلام عمري ما سمعته قبل كده خالص، عن فلوس أخوكي وأبوكي والعز اللي أنت كنت عايشة فيه. يا كل ده طبق على صدري يا حياة وطير النوم من عيني وخلى دماغي تودي وتجيب تودي وتجيب. يا مفيش أضعف من البشر والبني آدم يا حياة. كل الكلام ده كنت حاسة بيه سمعي علي من غير ما تقول، وده اللي كان واجعني قوي. تقول معقولة يا بنت؟ معقولة علي فكر فيكي بالشكل ده؟ معقولة لسه لغاية دلوقتي معرفكيش؟ معقولة يا علي ما انتش فاهم ولا حاسس قد ايه انا بحبه؟ ايه؟ ايه؟ قلت ايه؟ يا علي تكلمي جاب يا علي الله. طب بقولك ايه؟ طب انت مش ممكن ابدا في مره اوعى تكملها يا علي اوعى يا خراشي نعم. انا لو عشت عمري كله اتمنى حد يحقق لي اللي نفسي فيه. عمره ما هيجي ربع اللي عشته معاك يا علي. ده كل حاجه كل حاجه انا اتمنيتها يا علي. علي انت الراجل الوحيد اللي يملى عيني في الدنيا دي. طب علي صوتك كده يا علي الله. علي صوتك سماعي الجدران والبيبان علي صوتك. ايه يا علي العيال تتسارع؟ ما تتسارع يا راجل خليهم يصحوا وييجوا يهتفوا مع ابوهم هنا، نطلع مظاهره ونهتف بحياه الصياد يا علي. ايه يا ما يصحوا وييجوا يهتفوا معايا فليعيش الصياد. ما مصحيوش ليه؟ فليعيش الصياد. هننام ازاي دلوقتي يا علي؟ ما هما مصحيوه. تعالي هنا. اصل الساعه بقت 8 وحضرتك هتعوز مني حاجه تاني النهارده؟ يا خبر. لا لا تقدري تروحي، معلش اخرناكي. لا عادي يا حاج، لو حضرتك قاعد انا ممكن اقعد يعني مفيش مشكله. لا لا انا روحي انت يلا. مش عن اذنك يا هنا. نعم. خلي عربيه من الشركه توصلك. تعيش يا حاج. محمود خلي حد مستوقيني اللي عندك يستناني. شكرا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت هنا لحد دلوقتي ليه؟ اديني ماشي اهو خلاص. هو لسه جوه؟ بقاله ساعه قاعد لوحده، لا بيستقبل مكالمات ولا عايز يشوف حد. بس انا كده شاكه ان في حاجه مضايقاه. يبقى اللي قاله مرسي صح. وهو مرسي قال يا شحاته. تاني هناء تاني، انا مش قلت لك خليكي في حالك؟ عامله زي القراده اللي حاطه بالخره في كل حاجه. انا قراده يا شحاته؟ يا ستي قراده حلوه. انا مش قصدي، بس قصدي استغفر الله العظيم بقى. يلا يلا نخش نشوف ماله.
انت مش كنت مستعجله دلوقتي؟ ما تتكل على الله. يلا يا ست اسمعي الكلام بقى، هتبقى انت واللي في البيت عليه. يلا يا شحاته. حاضر. مالكوا اتسمرتوا كده ليه؟ ادخلوا. اصل مش عودك يا حاج يعني تفضل لحد دلوقتي. طيب يا اخي يبقى من حق اعملها مره من نفسي. مالك يا حاج؟ انت حكايه ولاد عمك وحماك دي ضايقتك ولا ايه؟ مش عارف يا زكي، ساعه ما رجعت وانا مش طايق نفسي ودماغي مشغوله قوي. ما انا قلت لك يا حاج، قلت لك ان الراجل ده سكته مش عدله وكلها مطبات. اسكت يا شحاته، انا الراجل ده مش فارق معايا اصلا. امال في ايه يا حاج؟ برضو امال في ايه يا حاج؟ بنته، بنته يا زكي، بنته اللي في بيتي دي. لا حول ولا قوة إلا بالله، أعمل معاها إيه؟ طب وهي ذنبها إيه بس يا حاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ما هو ده اللي محيرني، خايف أشيلها ذنب أبوها وأبقى ظلمتها، وفي نفس الوقت خايف أقول ملهاش دعوة وأبقى ظلمت نفسي في الآخر. دي في الآخر دي بنته، بنته يا زكي، والمثل بيقول العرق يمد لسابع جد. وقلب القدر على فمها تتع البت لأمها. إيه؟ اقلب القدر على فمها تطلع البنت لأمها. الله يفتح عليك يا زكي، الله يفتح عليك. ممكن تسكت بقى يا شحاته عشان أنا مش طايق نفسي؟ حاضر يا حاج. لا بالشكل ده مش هتعرف تفكر يا حاج، أنت لازم ترتاح علشان تعرف تفكر على رواقة. أنت اللي علمتنا كده يا مدرسة. احنا نروح للحاج منعم المحل ونسهر معاها القهوه، يمكن مزاجك يتظبط. يا ابني اسكت، بقول لك اسكت. الحاج منعم لسه مسويني بكلمتين دلوقتي. لا اله الا الله، تقول لي اروح له؟ يبقى الصومعه شله زمان، تفضفض باللي في قلبك وترمي ورا ظهرك. الله يخليك. فعلا فوقتنا بجد. امال فين صفوت يحيى؟ يحيى في الشغل النهارده، وصفوت ابنه تعبان شويه. تعبان ازاي يعني؟ تعبان زي كل يوم، محد فاهم حاجه. ايه يا عم زكي، انت هتتزاك عليا ولا ايه؟ الكيف مناوله مش مقاوله. هات انت عمال بتطفص فيه من الصبح، ما حدش كلمك. جت عليا سيبني بقى اوزن الطاسه. طاسه يا ابني، خفوا بقى من الهباب اللي انتوا بتتعطوه ده. اذا ما كنتوش خايفين على صحتكم خافوا من ربنا. والله طول الوقت بنصحه يا حاج، بس هو انا مش عايز يبطل. يبطل؟ انت هتفوقني يا زكي من الحجرين اللي انا شاربهم؟ بقول لك ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. خدوا بالكم، ما تعملوش زي الناس اللي والعياذ بالله ناسوا الله فانساهم انفسهم. خلي بالك يا زكي من الحكايه دي. حاضر، احنا مع ربنا.
خليك انت في حالك. اتهبلت يا ابني ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك اللي تنضل لنفسه. عامل فيها ورع قوي وعامل بنته زريبه وجاب لي فيها اربع نسوان ولا شرع الله. لم نفسك بدل ما يجي يقص لسانك الزفر ده. يقص مين يالا؟